بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا شباب. دعونا نأخذ الآن مثال تطبيقي على الكلابرون إكويجن، وهذا جبته من كتاب شنجل، وهو مثال بسيط، ثم نتبعه إن شاء الله في الحلقة القادمة بمثال أكبر شوية جبته من الكتاب موران. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك المؤلف هنا: Using the Clapeyron equation, estimate the value of the enthalpy vaporization of refrigerant R134a عند 20 مئوي وقارنها بإيش؟ بالتابوليتد فاليو. طيب إيش يقصد هو؟ هو يقول لك إنه عند 20 مئوي هنا، اللي هي هذه النقطة، أوكي، أوجد الانثالبي فابورايزيشنز اللي هي الـ HFG. طبعا ما بتتضح الصورة منها إلا إذا أعطيتك إيش؟ الرسم ثلاثي الأبعاد. هذه هي الـ 20 مئوي، أباك تشوفها هنا، وهو يبغى إيش؟ يبغى الانثالبي فابورايزيشن من فين؟ من HF هنا إلى HG. تمام؟ This is what he wants. HFG. كيف أحل هذه المسألة؟ أسترجع كلابيرون إكويجن. يقول لي كلابيرون إكويجن أنه HFG حيساوي إيش؟ حيساوي DBDT في الساتوريشن ريجون. الأسلوب هذا اللي هو تقدر تقول هنا. تمام؟ مضروباً في T-SAT اللي هي العشرين درجة مئوية. Okay. This is T-SAT. This is 20 degrees Celsius. مضروبا في VG minus VF اللي هو VG at this point minus VF at this point. طيب كلها سهلة، VG أقدر أقراه عند 20 مئوي من الجداول، و VF أقراه برضو عند 20 مئوي، أوكي، و T-SAT هي 20. إنما الشيء اللي يبغاله شوية شغل هو إيش؟ الجريدينت هذا أو السلوب أو الميل هذا DBDT. طيب كيف أجيب الجريدينت هذا DBDT؟ زي ما شرحت أنا في الحلقة السابقة، روح على اليمين تكة بسيطة وتقرأ البريشر at a certain temperature، وتروح على يسار 20 degrees برضو تكة بسيطة وتقرأ البي سات هنا، وتوجد دلتا بي على دلتا تي. طيب أروح على اليمين قديش وأروح على اليسار قديش؟ هذا يعتمد على إيش؟ على الجداول عندك. أنا قطعت المقطع ذا من الجدول اللي موجود عند شنجل، 20 مئوي، هذه ال 20 مئوي يا شباب. افرض أني أروح شوية إلى 22 مئوي هنا، وأروح لليسار عند 18 مئوي، لكن لاحظت الراعي الكتاب السوى راح لليمين عند 24 مئوي، يعني كبر الانترفال، وعلى اليسار راح إلى كم؟ إلى 16، وهذا يزود الإرور، أوكي؟ لكني سأتابعه في الحل، ثم أعيد الحل مرة ثانية مستخدماً 22 و18. خلينا نمشي على شغل اللي هو 24 وإيش و16. نقوله بالله التوفيق إنه DBDT حيساوي دلتا بي على دلتا تي، ودلتا بي هنا حتكون بي سات عند 24 مئوي، هذه 24 مئوي، هذا بي سات 646 كيلو باسكال، وبي سات عند 16 مئوي، هذه هي 504.58. عوض واقسم على 24 ناقص 16، 24 ناقص 16، متذكرا انه كلما كبرت الانترفل كلما زاد الايرور الخاص بالمشتقه. المهم جيت أعوض هنا القيم اللي أنا قلت لكم عنها، طلع السلوب 17.7 كيلو باسكال لكل كالفن. طبعا أنت تقول كيف صار عندي كالفن هنا وبينما أنت استخدم سيلزيوس؟ أقول لك أنه كان بإمكاني أزود 273 هنا وهنا 273 وبعدين أطرحهم يطيروا مع بعض، ولهذا دائما نقول أنه 1 يونت في دلتا تي ان ديجري سيلزيوس تساوي 1 يونت في دلتا تي ان كالفن، الفرق زي بعض. طيب خليني أسوي يا شباب الشغل حقي اللي هو أزعم أنه أكثر دقة، إني إيش؟ أروح إلى 22، يعني مو 24، لا أروح إلى هنا إلى 22، أوكي؟ وأقرأ Saturation Pressure اللي هو 608.27، وأروح اليسار إلى وين؟ إلى 18، هذه هي 18، وأقرأ 537.52، وأقسم على Interval أصغر، فأتوقع أن السلوب يكون أحسن، طلع السلوب 17.69 which is almost يعني the same like this، لكن هذا ما هو دائما. المثال الجاي إن شاء الله في الحلقة القادمة اللي فيه ووتر حتلاحظ أن فيه إرور كبير بالنسبة للووتر، حنستخدم ووتر، أوكي؟ لكن إحنا هنا في الكورس ده بس نبغى الفكرة توصل لك معايا. طيب أنا جبت الآن الأسلوب DBDT طلع 17.7 ولا 17.69، خلاص انتهت المسألة يا حبيبي، انتهت. عوض هنا، شايف كيف؟ والبقية straight forward. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو هذا هو الأسلوب، وهذه هي T-SAT، و VFG هنا أو VG minus VF تقدر تروح على اليمين هنا في الجداول تقرأ VG minus VF أو تقرأ VFG إذا هو معطيك إياها، تسوي حسبتك يطلع لك ال HFG اللي هو الانثالبي فابورايزيشن بالحساب 182.62 كيلو جول بالكيلوغرام. قارنها مع إيش؟ مع الشيء المجدول، القيمة المجدولة.
القيمة المجدولة لو طلعت فيها تحصلها 182.33 معي، يعني الايرور از فيري مينيمال هنا، وبسبب ايش؟ بسبب طبعا الابروكسيميشن هذا. هذا مثال يعني استفتاحي كذا يبسط لكم المسألة. ناخذ لنا المثال القادم ان شاء الله، ويكفينا مثالين على الكليبرون كويجن. اشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.